أتمنى أن تكون سارة بالنسبة لاسم كبير وعريق اقترن بالإبداع والإنجاز بل الإعجاز مع فريق اسم اليوفي وهو ليساندرو ديل بييرو. جوفينكو حاضر أمامنا، كرة ملعوبة، الله، محاولة ما زالت قائمة ومرت إلى خارج أرضية الملعب. مباراة تابعة حتى الآن لليوفي، تابعة حتى الآن لليوفي. شوف الحاضر أمامك جوفينكو وزنها بالمسطرة والقلم، ولكن وين؟ على العارضة العلوية، فأبت واعترضت وامتعضت لأصحاب الأرض، محاولة كادت أن تعانق الشباك ولكن العارضة تعارض أصحاب الأرض. واللقطة الماضية من جانب الحاضر أمامك جوفينكو، كرة كادت أن تكون من أحد الأهداف الرائعة.